السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنك ناصر الاجتماعي بيعلن عن حاجته لوظائف بعشر محافظات. التفاصيل والشروط هنعرفها مع بعض إن شاء الله من خلال فيديو اليوم اللي مش تابعنا يا جماعة. احنا طبعا قناة تعلم نت بنهتم بالوظائف بشكل كبير، وكمان في خدمات عامة بتهم كمواطن مصري. نعرف مع بعض تفاصيل إعلان بنك ناصر النهاردة مع بعض. أعلن بنك ناصر الاجتماعي حاجته لشغل 34 وظيفة مصرفي بمهندس ومهندس اتصالات بالدرجة الثالثة تخصصية من حاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجدون اللغة الإنجليزية. وأوضح بنك ناصر الاجتماعي طبقا للإعلان الذي نشرته جريدة الأهرام الجمعة أن الوظائف التي تأتي لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإدارتها ومن قاتل محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف وقنا وأسوان والأقصر ومحافظة سوهاج وقليوب وسيدي عبد الرحمن والعلمين بمحافظة مطروح. دي يا جماعة الأماكن اللي بنك ناصر محتاج منها المتقدمين إن شاء الله لشغل إعلان هذا الوظائف. أشار البنك إلى إنه طبعا إلى توفر الشروط الآتية في المتقدمين للوظائف، يعني لازم يكون في شروط في النسبة المتقدمين متوفرة فيهم. إيه بقى الشروط دي؟ أول حاجة أن يكون متقدم من خريج الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس. اتنين، ان يكون متقدم حاصل على تقدير عام جيد على الاقل، وستكون الافضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الاعلى. تلاتة، ان يكون المتقدم حديث التخرج. اربعة، ان يكون متقدم ادى الخدمة العسكرية او معافي نهائي بالنسبة للذكور، وبالنسبة للاناث يكون ادت الخدمة العامة او الاعفاء منها، ده بالنسبة للاناث. خمسة، ان يكون متقدم مقيم بالمحافظة طبقا لبطاقة رقم قومي السرية قبل تاريخ الاعلان، يعني حضرتكم تكونوا من نفس المحافظات وتكون طبعا مسجله في بطاقه رقم القومي بتاعتكم المحافظه اللي انتم مقيمين فيها، وهي طبعا هي المحافظات المطلوبه اللي احنا قلناها في البدايه. أربعة، طبعا إجادة اللغة الإنجليزية، وعلى أن يتم إحضار أوراق الطلاق. يعني آخر حاجة معانا في الشروط يكون بيعرف اللغة الإنجليزية. إيه بقى الأوراق المطلوبة علشان تقدر تقدم في هذا الإعلان؟ واحد، أول حاجة معانا صورة شهادة التخرج، واثنين صورة شهادة الميلاد تكون مميكنة، تلاتة صورة بطاقة رقم مقاومة تكون سرية قبل تاريخ الإعلان، أربعة صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور، خمسة صورة شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث. والبنك بيدعي الراغبين في التقدم ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها اللي احنا قلناها من شوية مع حضراتكم التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان، ويوضح متقدم بالطلب عنوان تفصيليا وارقام تليفوناته للمراسله على البريد اللي هو الخاص باداره الموارد البشريه اللي هي الايميلات دي يا جماعه. يعني حضرتك هترفع مستنداتك هتبعتها على الايميلات دي، وهتكتب طلب طبعا طلب الحصول على الفرص العامه ومؤهلك كذا وحاصل على كذا، وطبعا بياناتك اسمك وتليفونك وعنوانك بالتفصيل، وبترفع هذا الطلب مع الاوراق الخاصه بيك اللي احنا قلناها من شويه، بترفعها على اي ميل من ايميلات دي يا جماعه. دي يا جماعه الموظفين الموارد البشريه في بنك ناصر الاجتماعي. يعني هنا مثلا عندك امنيه علي، وادي ال ان اس بي دي خاصه ببنك ناصر، واللي بعديه اللي هو حاتم سامي، وكمان لنهله حسن، وكمان اللي هو محسن مصطفى. هتبعت على اي ايميل من هذه الايميلات، دول الموظفين اللي هم مختصين بالموارد البشريه في بنك ناصر الاجتماعي ومختصين باستقبال طلبات اللي هو الوظائف. البنك بيشدد ان هو طبعا مش هيتم الالتفات للطلبات اللي هي بترد اليهم طبعا بعد الموعد المحدد اللي هو 15 يوم لتاريخ الاعلان او الغير مستوفاه للشروط، وكمان او المستندات المقدمه باليد او المقدمه قبل الاعلان. يعني نلتزم يا جماعه بالشروط الموضوعه بالنسبه لموضوع التقديم. البنك بيحدد هنا مش هيتم الالتفات لاي طلبات بتيجي بعد او قبل الاعلان او حتى بتيجي باليد، يعني التقديم من خلال الايميلات دي زي ما قلنا يا جماعه من شويه. طيب في بقى مهارات اساسيه طبعا هنقولها مع بعض. المهارات الاساسيه يكون متقدم من خريج جامعات الكليات والاكاديميات المعتمده من المجلس الاعلى للجامعات المصريه والجامعات الدوليه بشرط حصولهم على درجه البكالوريوس. واثنين، ان يكون متقدم حاصل على تقدير عام جيد على الاقل، يعني جماعه اقل حاجه تكون حاصل على جيد، وهيتم طبعا هتكون في افضليه للناس اللي هي واخده تقديرات ودرجات اعلى، دي هتكون لهم الافضليه. ان يكون متقدم حديث التخرج، بعد كده ان يكون متقدم ادى الخدمه العسكريه او الاعفاء النهائي
بالنسبة للذكور، أو يكون بالنسبة للإناث يكون أدت الخدمة العامة أو الإعفاء منها، وأن يكون متقدم مقيم بالمحافظة زي ما قلنا من شوية، وتكون بطاقة رقم مقاومة تكون ثانية، وبيكون طبعا مقيم في المحافظة نفسها اللي هي مطلوب منها الوظائف. بعد كده آخر حاجة معانا اللي هي إجادة اللغة الإنجليزية. في بقى مهارات فنية البنك برضو محددها هنا، برضو لازم نعرفها مع بعض مع حضراتكم. أول حاجة إجادة الحاسب، مهارات الحاسب الآلي، تكون بتعرف تشتغل على الحاسب الآلي، وكمان إجادة مهارات التواصل الاجتماعي، وتلاتة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، تكون بتعرف لغة إنجليزية كتابة وتحدث، وأربعة اجتياز الاختبارات التحريرية المقررة والمقابلات الشخصية، على أن تكون الأولوية في اجتياز المرشحين لمجموع الدرجات الأعلى للاختبارين التحريري زائد المقابلة الشخصية. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضراتكم هتعملوا مقابلة شخصية، وكمان هتعملوا في اختبارات تحريرية هتتم معاكم. هنا هيكون في درجات على المقابلة الشخصية وعلى الاختبارات التحريرية، اللي هيجيب مجموع أعلى في الاختبارين هتكون ليه طبعا الأولوية والأفضلية في شغل هذه الوظائف. بالنسبة بقى لسنوات الخبرة، لو في سنوات خبرة في هذا المجال طبعا، لو وجدت هنا طبعا بيفضل لو موجودة في سنوات خبرة. طبعا الذكور والإناث، يعني الإعلان، هذا الإعلان للذكور والإناث الاتنين مع بعض ممكن نقدمه. المؤهل طبعا المطلوب تحديدا مطلوب بكالوريوس تجارة، بكالوريوس هندسة، وبكالوريوس إعلام، وكمان بكالوريوس هندسة اتصالات، وبكالوريوس علوم كمبيوتر. التقدير المطلوب للشغل هذه الوظائف تقدير عام جيد، ولكن زي ما قلنا من شوية هيتم الأفضلية للناس اللي حاصلة على درجات وطبعا تقديرات أعلى. عدد بقى الأشخاص المطلوبة لشغل هذه الوظائف، أول حاجة مطلوب واحد يكون معاه بكالوريوس إعلام، يعني عاوزين واحد يكون معاه بكالوريوس إعلام، وكمان مطلوب عدد واحد بكالوريوس هندسة تخصص مدني، وعدد واحد بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا، وعلى ضرائب أعمال التكييفات. بعد كده مطلوب واحد بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء وقوة، ويكون عنده دراية بأعمال التيار الخفيف. بعد كده مطلوب عدد 2 بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات، خريجي جامعة القاهرة وعين شمس، ومطلوب 4 بكالوريوس علوم كمبيوتر، خريجي جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان، ومطلوب عدد واحد طبعا كلية ألسن يكون تخصص لغة إنجليزية، ومطلوب عدد 23 بكالوريوس تجارة موزعين بقى على المناطق الآتية. بالنسبة لجماعة بكالوريوس التجارة هيتوزعوا على المناطق الآتية: القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف وقنا وأسوان ومحافظة الأقصر وسوهاج والأيوب وسيدي عبد الرحمن والعلمين بمحافظة مطروح. البنك بيأكد وبيشد إن من تتوفر فيهم الشروط المشار إليها اللي إحنا قلناها مع حضراتكم عليه التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان، ويوضح متقدم بالطلب عنوانه. يا جماعة الطلب تكتبوا فيه عنوانكم وتليفوناتكم وإيميلاتكم، علشان ده من ضمن الشروط المطلوبة في هذا الإعلان. طبعا ده كان إعلان بنك مصر الاجتماعي اللي كان نزل على جريدة الأهرام يوم الجمعة، واللي بين عن حاجته للشغل لعدد 34 وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية، بنحصل بقى على مؤهلات عليا مختلفة، حديث التخرج بتقدير عام جيد على الأقل، وزي ما قلنا من تفاصيل حلقة من شوية مع حضراتكم. نتمنى التوفيق للجميع، ولو في اي سؤال واي استفسار سيبونا في التعليقات وان شاء الله هرد على حضراتكم. شجعونا باللايك والاشتراك في القناه لو محتوانا بيفيدكم، واشكركم واختم كلامي بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.